لو الحكاية فيها إن فيجو دخنا طلع ونزل وطلع ونزل لما طفحنا الدم وفي النهاية مشينا من غير ما نوصل لأي حل. وهي جت إلا بعد الأستاذ شريف ما عمل الضجة اللي عملها ودولت. خلاص يا جت خلاص يا ما احناش عايزينها أصلا قسما برب العزة ما أنا عايزاها وهتبرع بها أنا هتبرع بها خلاص فيها بقى هتبرع بها خلاص بس الظل اللي احنا فيه ده ما ينفعش ولا ظل ولا حاجة ظل اللي كانت قاعدة ومكرمة أهو يا ستي خلاص بقى مكرمة قاعدة أنت مش عالمة بيا محدش عالم باللي أنا فيه معلش خلاص معلش يا ستي معلش بس مكرمة عايزة أمشي مش عايزة أشيل خلاص يا ماما احنا حريصين إنك تبقى موجودة معانا ترى خمس دقايق أنا عايزة أمشي والله حاضر يا خلاص يا حبيبي يا حبيبي لو عايزة حد يقعد كده جوه تعالي حضرتك معايا عايزة أعمل فيديو